قامت حملة الكويت بجانبكم بتوزيع 100 حراثة زراعية خدمة للمزارعين في محافظتي لحج والحديدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية الكويتية. تأتي هذه المساعدات لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على استصلاح أراضيهم وأيضا توفير المزيد من فرص العمل هناك. في إطار توسيع العمل الإنساني لدولة الكويت في اليمن وضمن حملة الكويت بجانبكم، فقد تم اليوم تدشين توزيع 100 حراثة يدوية للمزارعين في محافظتي لحج والحديدة، والذي جاء بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دولة الكويت وبتنفيذ من مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية. ضمن حملة الكويت بجانبكم وبتمويل كريم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لدولة الكويت، أن ندشن مشروع توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في كل من محافظة لحج والحديدة. هذا المشروع ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين مستوى سبل العيش لصغار المزارعين. توزيع الحراثات الزراعية وكذا تدريب المزارعين على استخدامها يأتي ضمن مشروع التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على استصلاح أراضيهم. نتقدم بشكر التقدير لدولة الكويت الشقيقة التي أسهمت ودعمت مناطقنا منذ 67 مش من يومنا هذا في كل المجالات، في مجال الصحة، في مجال التربية والتعليم، في مجال الزراعة، واليوم نحن نستلم الدعم للمزارعين في هذه في مديريات الإدفان، مديرية الثورة التي انطلقت منها ثورة 14 أكتوبر. اليوم نقدم لهم هذا الدعم البسيط والكبير في أعين المزارعين. إقامة مثل هذه المشاريع الزراعية يعد أحد أهم المشاريع النوعية التي تقوم بها دولة الكويت في سبيل تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير مزيد من فرص العمل. تبدو الكويت اهتماما كبيرا بمشاريع التمكين الاقتصادي، لا سيما الاهتمام بالقطاع الزراعي، الامر الذي يبدو واضحا مع تدشينها اكثر من 100 حراثة يدوية للمزارعين هنا في محافظة لحج. مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت لحج.